ضعف. لا خلينا نبص في السجائر الصيني المهربه دي اربع اضعاف بالظبط. بالاضافه الى النهارده هتبص تلاقي ان المدخن هيبقى هيشعر بان هو عنده خنقه وعنده اختناق، والاختناق ده بقى متميز في السجاير الصيني عن السجاير العاديه. بيحس ان هو مخنوق، بيحس ان النفس بتاعه بقى فيه صعوبه ان هو ياخد النفس بتاعه. دايما بيحس النهارده ان عنده حرقان في عينيه، وبتبص تلاقي الاحمرار بتاع العينين بتاعه زاد عن المدخن للسجاير التقليديه. برضه هتحس حد نسبه العرق هتزيد، العرق بتاعه هتزيد اكتر، نسبه توتره هتزيد اكتر. لما يشعر بمشكله نسبه مضاعفته للسجاير اقوى. بمعنى يعني لو هو مثلا لو المدير بتاعه زعق له تلاقي داخل علبه يبتدي يشتغل ضعف. لو مدرس والتلميذ زعله في الفصل يقدر يدخل شخص. يبقى الكلام فيه برضو شيء، البعض يقول لك علب سجاير مسرطنه مسببه للامراض السرطانيه، هل في شبهه ان يكون في فعلا حاجه موجوده في السجاير الصيني دي او السجاير المهربه بشكل او باخر مقصوده، او الهدف منها شيء معين من الناحيه الطبيه؟ شوف سؤالك جميل جدا. وانت بتبحث عن الناس دي بتعمل كده ليه؟ الناس دي مافيا. المافيا دي حضرتك ليها هدفين، هدف اقتصادي وهدف سياسي. الهدف الاقتصادي بيتحقق الارباح الكتير. واحنا بنتكلم على مافيا، مش بنتكلم على شخص. والعمليه مش حضرتك زي ما انت فاكرها ان دي شخص او مصنع او لا، ده منظومه متكامله شغاله على مافيا ليها استراتيجيات. بالظبط. وبعدين ما بقتش سجاير بس حضرتك صيني، احنا يمكن يعني الحلقه دي بنتكلم احنا على السجاير الصيني التبغيه. طب ما احنا عندي السجاير الصيني الالكتروني، السجاره الالكترونيه في عدة أيام سوف ينزل الشيشة الإلكترونية. إذا نحن نتكلم عن ناس مافيا قاعدة شغالة على أساس النهاردة إنها توقع أكبر قدر من الشريحة، تكسب فلوس وتكسب صحة. تعال بقى يعني لما أدخل في التعميق بتاع فكرة حضرتك وفي الهدف السؤال بتاع فكرة حضرتك، أنا أقول الله، طب هو السجاير المهربة دي النهاردة الصيني هل متواجدة في الولايات المتحدة الأمريكية؟ هل متواجدة في أوروبا؟ لا مش متواجدة. يعني نجزم على طول كده القرار، لا هذه النوعية من السجاير مستحيل ان تدخل دول الخليج، مش موجودة. ما بقول حضرتك ناخدها تدريجيا. هل موجودة عند دول العالم الاول؟ لا. طب مش معناها ان هي مستهدفين ان تدمير الشباب بس، وان كان طبعا ما استبعدش الهدف ده، بس ممكن لانه الدول دي مش يعني عندها انظمة رقابة فظيعة ما تسمحش الحاجات دي. شوف اقول احنا عندنا يعني منظومة فساد. تمام. ولكن انا بقيس على انا بقيس الدول على الاول، بعدين بتكلم على المتوسط، وبعدين لما اجي اتكلم على دول مثلا زي الدول الربيع العربي، لما اتكلم عن مصر، لما اتكلم عن ليبيا، لما اتكلم عن السودان، لما اتكلم على اليمن، طب اشوف انا السجاير الصيني انتشرت في السودان، انتشرت في ليبيا، انتشرت في تونس، النسبه دي يعني انا بتكلم عن الدول دي اللي بتعيش نفس ظروفنا. نسبه الانتشار داخل المجتمع المصري كبيره جدا. عشان كده انا بايد فكرتك، انا لا استبعد تماما الفكره بتاعت حضرتك وبايدها. طيب. لان احنا بنقول ان دايما العدو بتاعنا عايز حاجتين، يدمرنا، عايز فلوس ويدمرك. وبعدين ده سلاح بالنسبه لي اربع اثار وبعد سنوات يعني. طبعا. يعني انا كنت دايما لما كنت بقول للمشير حسين طنطاوي، وكنت ببعت له اقول له ان حرب المخدرات وحرب التدخين اخطر من الحرب التقليديه. طبيعي. لانك انت من اساسه يعني. وبعدين بيكسب، بتدمره. يعني هو النهارده الناس دي بتكسب، مش داخلين حرب فقوم يحصل مثلا هنا معدات بتخسر وهنا معدات بتخسر، لا. ده هو داخل يكسب فقط على المدى الاستراتيجي البعيد. بالظبط. يعني عشان نوعي الناس اكتر، هل بس عشان اقدر اميز ما بين السجاير مش قادر اقول الجيده يعني، او التي تخضع لمواصفات الجوده، والسجاير المغشوشه، هل فقط عنصر السعر هو اللي ممكن يعمل ده، ولا ممكن برضو يكون في سجاير مغشوشه وبتباع بالاسعار الطبيعيه علشان نوع من انواع التمويل؟ وده يستبدله حاجه ثانيه كمان، انه انا لما هروح اشتري السجاير دي وانا عارف انها مغشوشه، خلاص انا عارف بيحكمني هنا فقط السعر. لكن حاجه ثانيه بقى زي الشيشه مثلا، اللي انا مش عارف هي ايه، ما انا ممكن اكون قاعد في كافيه مشهور ومعروف وبيستخدم الحاجات دي وانا مش عارف. جميل جدا. بس خلينا نوصل للمستهلك المصري وفكر المستهلك المصري. المستهلك المصري هيقول، عشان كده كنت انا مش عايز اتكلم في الجزئيه الناحيه الاقتصاديه، هيقول ايه؟ لا ده علشان السجاير دي متهربه وما بتدفعش جمارك فهي رخيصه. هو هيفكر كده. لكن دي اصليه ودي معتبره ودي سين. انا باكد لا،
طب وبعدين نيجي نقول تجربة عملية لكل المدخنين اللي بيسمعونا او غير المدخنين يجربوها، نجيب مدخن ما يكونش جرب هذه النوعية من السجاير ونقول له جرب اول سجارة ونشوف الفرق، خليه هو اللي يقول لنا الفرق. نسبة الكحة بتاعته قد ايه، نسبة الاحتقان بتاعته قد ايه، نسبة حضرتك النهاردة يكون في حبوب وبعض الفقاقيع حوالين اللسان وداخل اللسان وحوالين الشفة في هذا الموضوع قد ايه، هو اللي هيجي يقول لحضرتك لا انا هبعد. ايه الدليل، ايه دليل معنى كده؟ النهاردة العديد من اللي دخلوا في هذا المستنقع ابتدوا ان هو يهربوا منه. النهاردة اول ما حضرتك بتتحسن الظروف المالية ليه ما بياخدش هذه السجارة. ممكن تمام. السجارة دي تباع باسعار مرتفعة كنوع من انواع التمويل حتى ومزيد لو من النكاح، حتى لو حضرتك ارتفعت مش هتلاقي الزبون بتاعها لسبب. ليه؟ لان هو بياخدها على ضرر. هو بياخدها وهو مش عايز ياخدها، بدليل حضرتك اول ما المالية بتاعته والدخل بتاعه بيزيد بيطرحها تماما ما بياخدهاش. طب في معسل مغشوش؟ المعسل هنا اللي هنا في مصر لسه ما تمش ظبطه بكميات نقدر نقول عليها هذا السن، ولكن الغش بيتم داخل الكافيهات والقهاوي المصريه. ما المشكله في كده انه بتبقى اماكن مشهوره جدا، يعني حضرتك لمست الجزئيه ان هو رايح ياخدها على ضرر. طب والشخص بقى اللي مش ناوي ان هو يضر نفسه داخل في مكان شيك ومعروف ممكن يكون بيستخدم الحاجات دي على غفله منه. تمام، عشان كده حضرتك النهارده بيعمل في بعض المدخنين بقى عندهم لباقه وفكر عالي جدا، بقى يعمل ايه حضرتك؟ بقى يجيب المعسل بنفسه ولما يدخل الكافيه يقول له خد المعسل اهو حطه لي وانا كده كده انا دافع الفلوس. لكن نقدر نقول انا شفتها فعلا حتى انا شكيت فيه مطلعين من جيبه يعني. ما بقول لحضرتك ليه النهارده اذا ده بيقول لنا المصري بيعمل ايه وبيفكر ازاي؟ يعني تفكير حضرتك واللي وصل لحضرتك صحيح، وشوف العقل المصري عمل هو كده إيه؟ فاهم ان هو كده ما بيضرش نفسه بالظبط. يعني لا هو عارف ان الكافيه ده بيغش وعارف ان القهوه دي بتغش، فهو مش قادر يعمل اي حاجه. فهو العبقريه عمل ايه؟ قال لك خلاص انا اديله انا المعسل ويبقى هو كده كسب هذا الموضوع. انا باكد ان الرقابه في مصر على الكافيهات وعلى القهاوي منعدمه، مش بقول حضرتك 10% منعدمه. واذا طبقنا القوانين في مصر لاقفلت جميع القهاوي. وعشان كده انا بقول اول مجلس الشعب في مصر ما هيتكون الجمعيه المصريه الدوليه لمكافحه الادمان ستقدم اول مشروع قانون في مصر حقيقي للسيطره على جميع القهاوي والكافيهات الموجوده في مصر بشكل محكم، وسيكون لنا مؤتمر عالمي نشرح فيه كل ما يتم على الارض المصريه وعلى كل دول العالم ونطبقه على مصر. مشروعنا بنبعته لمنظمه الصحه العالميه بيحوز على اقبال منظمه الصحه العالميه وبعدين نبتدي ان احنا نطبقه على ارض الواقع. بنشكرك جدا، اشكرك جدا سيد المستشار هشام عباس رئيس الجمعيه المصريه لمكافحه التدخين. بشكرك جدا على هذا الحوار، نتمنى لسيادتك التوفيق وكل العاملين معاك وللمشروع. ونتمنى اساسا ما نكونش بنتكلم على سجاير مغشوشه، ان نتكلم اساسا ان مفيش حاجه خالص. اشكرك، شكرا جزيلا سياده المستشار. بشكركم ايضا مشاهدينا الكرام على متابعه الحلقه دي من هذا الصباح. غدا يوم جديد وفريق عمل جديد. شكرا لحضراتكم، الى اللقاء.